السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي عندي كتاب النشاط صفحة 91 يونت 7 لسن 2. طبعا أخذنا 90 وهسا إن شاء الله 91. Look at the pictures and write the question words. انظر إلى الصور واكتب الأسئلة حول من الأفعال. Number one, نقول when are you going to go on holiday? When are you going to go on holiday? طبعا خلينا نقول who معناها من تستخدم للعاقل. When متى للزمان. How كيف للحال. where أين للسؤال عن المكان. why لماذا للسبب. what ماذا what ماذا لغير العاقل. هسه شو نقول؟ number one, when are you going to go on holiday؟ يقول متى سوف نذهب في العطلة. Where are you going to go؟ عن المكان. يقول لك أين سوف تذهب. Who are you going to go with؟ هنا للعاقل نقول مع من سوف تذهب. How are you going to get there؟ هنا الطائرة يعني للمكان. كيف سوف تصل؟